اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب وفي اتم صحه. طبعا يا جماعه جبتلكم فكره جميله جدا جدا النهارده عن الجبنه الفلاحي. بصراحه في ناس كتيره جدا مش بيحبوا الجبنه الفلاحي، مع ان هي سبحان الله جميله جدا جدا، بس طبعا بيحبوا بقى الجبنه النستون، الجبنه الاسطنبولي، الجبنه بقى اللي هي بتاعت الدكاكين دي. انما انا بحبها جدا جدا الجبنه الفلاحي. بس النهارده طبعا عملتها بطريقه حلوه لان كان عندي كميه، كنت جايبه كميه فهتبوظ مني، فالنهارده بقى عملتها كده. بصوا بطريقه حلوه جدا. طبعا انا جبت الجبنه وحطيتها في الطبق، طبعا زي ما انتم شايفين بصوا خرط زي الزبده والله العظيم زي ما انتم شايفين اهو. طبعا بقى قطعت عليها فلفل اهون، وقطعت عليها خيار. بصوا بصوا الجبنه يا جماعه زي القشطه والله العظيم. بصوا اهي، بصوا طبعا ده كله كده. انا حطيت عليه حبه ملح، ما حطيتش غير حبه ملح. مع بقى هي كده نزلت الميه بتاعتها زي ما انتم شايفين كده اهي اهي. طبعا مقطع عليها فلفل حامي وفلفل احمر وفلفل اخضر، ومقطع عليها خيار. جميله جدا جدا جدا، جربوها مش هتندموا. طبعا انتوا لو جبتوا كيلو وحطيتوه، حطيتوا عليه كده حبه ملح، وحطيته في قلبيه كوبايه بس من اللبن، كوبايه واحده بس لبن، وتخرطوا بقى عليها شويه خيار كده حلوين زي ما انتم شايفين، وشويه فلفل اهون. جميله جدا جدا طبعا والله العظيم. الجبنه الفلاحي ليها فوائد كتيره جدا، بس طبعا احنا مش حاسين ومش عارفين الفوائد دي زي ما انتم شايفين. عملت كميه جميله جدا اهي زي ما انتم شايفين، جميله. ويا سلام بقى حته جبنه كده مع البطيخ والفلفل الاحمر والخيار. حطي بقى ارمي فيها اي حاجه كده، اي قرنين فلفل عندك ارميهم، اي خيارتين عندك في الثلاجه ارميهم، مش هيخسروا زي ما انتم شايفين. تعالوا بقى اوريلكم عملت ايه تاني. طبعا يا جماعه انا كنت مصوره معاكم قبل كده اللبن اللي هو راب مني. بصي انا عملت بيه ايه زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا ضربته في الخلاط وحطيت عليه معلقه واحده من الشطه اهي اهي. طبعا انا مش عايزه احط هنا شطه عشان ما تبقاش حاميه، انما دي كده هتلاقيها بقى مولعه نار الشطه هي. انا حطيت كيلو اللبن هنا في الشفشه، وضربته في الخلاط وحطيت عليه معلقه واحده شطه. بصوا يا جماعه بسم الله عمل لي احسن مش بصراحه. في ناس كثيره جدا جدا قالوا لي اعملي لهم، اعملي باللبن الرايب فطير او رقاق، بس انا بصراحه ما عرفتش، ده اللي قدرت عليه طبعا اعمله. بصوا عايزه اقول لكم جميل جدا، مش جميل جدا جدا، اكنك شاريه طبعا من بره زي ما انتم شايفين. طبعا عملنا معاكم اهو المش النهارده ابو كيلو لبن اللي كان هيروب، اللي انا كنت هرميه يعتبر، ما كانش ليه لازمه عندي. انا ممكن كنت احطه هنا بس مش كان هيبقى حلو مع الجبنه. انا طبعا ضربته اهو زي ما انتم شايفين بمعلقه شطه، والله طلع احسن، احلى شويه مش ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا انتوا لو بتشتروا العلبه دي من بره بقد ايه. بصراحه تجربه طلعت حلوه، ما فشلتش مني الحمد لله. وطبعا الجبنه بصراحه جبنه في عيني خالص خالص. فطار ممكن، عشاء ممكن، بقى جنب حته بطيخه كده وحته عنبيه ما شاء الله تبارك الرحمن زي ما انتم شايفين. جربوا يا جماعه بقى الوصفه دي والله مش هتندموا اهون. يعني بصوا من كيلو يعتبر، بصوا عملت قد ايه اهون، ولسه فيه في الشفشق. بصوا يعتبر اهو، بصوا العلبه اتملت ولسه في بواقي كده في الشفشق اهو زي ما انتم شايفين. ما حطيتش عليها غير حبه شطه وخلاص على كده اهو زي ما انتم شايفين. طبعا عملت معاكم احلى وصفه، وصفتين طبعا، الجبنه الفلاحي بالفلفل بالخيار ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا يا جماعه الجبنه ليها فوائد كثيره جدا جدا، عودوا اولادكم عليها. بصراحه انا بحبها، بس في الصيف بحبها كده الجبنه الحادقه احسن. ومش حابه ان انا احط عليها شويه شطه لان الفلفل مخليها حاميه. وهنا عملت كده شويه مشي ما شاء الله تبارك الرحمن زي ما انتم شايفين. بصراحه حبه مشي والله العظيم كويسين جدا جدا جدا، وبالف هنا وشفا. طبعا ما اقدرش ارمي اللبن لان اللبن حرام عليا لما ارميه،
اهو ما شاء الله تبارك الرحمن، عملت بقى وصفتين معاكم، الجبنه الفلاحي واللبن الرايب، واحلى جبنه واحلى لبن رايب. والست الشاطره طبعا هي اللي بتدبر بيتها وما ترميش اي حاجه، لان دي نعمه ربنا حرام علينا لما نرميها. من كيلو لبن رايب ومعلقه شطه عملنا احلى طبق مش كده ما شاء الله تبارك الرحمن زي ما انتم شايفين، لان دي نعمه حرام علينا لما نرميها. وهنا شويه الجبنه ما شاء الله. وتسلموا لي يا حبايب قلبي يا رب، وربنا يديمكم نعمه في حياتي، اللهم امين يا رب. وما تنسوناش بقى في اللايكات والاشتراكات الحلوه والتعليقات الجميله بتاعت حضراتكم، وتسلموا لي احلى اخوات واجدع اخوات، وربنا يا رب يبارك فيكم ويديم المعروف ما بيننا، اللهم امين يا رب. وتسلموا لي يا حبايب قلبي، متشكره جدا 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 على دعمكم، على دعمكم ليا وعلى تعليقاتكم الحلوه. وربنا يديم المعروف ما بيننا، اللهم امين يا حبايب قلبي يا رب. تسلموا لي، شكرا جدا جدا جدا. السلام عليكم.